السلام عليكم ورحمة الله، معكم حسن علي، والنهاردة إعادة مراجعة ونظرة سريعة على ساعة السرتينة دي اس اكشن دايفر البلاك اديشن نسخة ما قبل 2017 النسخة القديمة. وانا كنت عملت فيديوهات قبل كده عن الساعة ديت وعن النسخة اللي نزلت بعد 2017 النسخة الجديدة. وأول حاجة حابب أتكلم عنها هو أبعاد الساعة دي. الدايمتر بتاعها 43 ملي، اللاج ويتس 21 ملي، لاج تو لاج 51 ملي، وإند لينك تو إند لينك حوالي 55 ملي، وسمك الساعة 13 ملي و2 من عشر، والووتر ريزيستنس فيها أو مقاومة المية 200 متر، والموفمنت اللي بتحرك الساعة دي الـ ETA2824-2، والباور ريزيرف فيها 40 ساعة، والموفمنت دي بتتحرك بأربعة هيرتز في الثانية، بمعنى أنه عقرب الثواني بيدق 8 دقات في الثانية الواحدة. بعد كده حابب أتكلم عن الدايل في الساعة دي، والدايل في الساعة دي أسود بيلمع بشكل جميل جدا، وعليه أبلايد أور ماركس، والهانس والأور ماركس في الساعة دي بولشت وبتلمع بشكل جميل جدا. كمان اللون في الساعة دي قوي جدا. كمان عجبني أن الديت ويندو بنفس لون الدايل، ودي حاجة جميلة جدا عملتها سيرتينا عشان ما يبقاش شكل الديت ويندو غريب، وبيغطي الدايل دوت طبقة سافاير كريستال. بعد كده حابب اتكلم عن الكيس، والكيس في الساعة دي كلها برشت، وده ماشي بشكل كويس جدا وجميل جدا مع شخصيتها الرياضية. والجميل جدا في البرشنج في الساعة ديت ان الخدوش ما بتبانش فيها قوي. كمان هنلاحظ هنا الكيس باك في الساعة ديت والحفر اللي عليها، والبزل في الساعة دي ألومنيوم ومتغطي بطبقة أكريليك، والبزل هنا في الجيل القديم دوت ثابت جدا مفيهوش أي باك بلاي، والبريست في الساعة دي جميل ومريح. كمان الكلاسب فيه صغير جدا ورفيع، ولكن يعيبه إن ظبطته لازالت عن طريق البنز. ومن عيوب الساعة ديت هو إن اللاج ويتس بتاع الساعة دي 21 ملي، وده بيصعب إيجاد سترابس ليها. يعني لو حد عايز يلبس الساعة دي على نيتو ستراب مثلا هيكون صعب عليه شوية يلاقي المقاس دوت. ويعيب الساعة دي وهي انها ضخمة شويتين على الايد، ولكن على الريست عندي شكلها معقول، شكلها مش ضخم بالزيادة. آخر حابب أقول إنه جودة الساعة دي بالنسبة لسعرها ممتازة جدا. الساعة دي من الساعات الانتري ليفل السويسري الممتازة جدا. وفي الآخر أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى تشتركوا على القناة، وأشوفكم في فيديوهات جاية إن شاء الله، والسلام عليكم.